السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم ما شاء الله بغيت نشارك معكم بريوات باللوز طريقة اللي سهلة مبسطة بالنسبة للمبتدئات اللي ما كدروش بريوات هذه طريقة سهلة هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي واحد سبعمية غرام ديال اللوز درتو في كسرونة تسلق قشرتو هنايا زلافة درتها درت فيها شوية ديال الزيت أو في الفران باش تحمر أو جوج زليف وحدين خرين غادي يبقاو بحال هكاك خضرين مغاديش نقليهم مغاديش نحمرهم صافي غير غادي نطحنهم كيف ما هما هنا اللوز راه تحمر خرج على هذا الشكل هذا صافي وهذا جوز ليف اللي قلت لكم ديال اللوز هذا لوز بلدي كنت استعملت لوز بلدي واللوز الرومي وعندي هنايا واحد 300 غرام ديال السكر كلاصي صافي غادي نطحن كل شيء في هاد الهاشوار نطحن درت اللوز هذاك اللي محمر طحنته بوحدو وعاد غادي نطحن الاخر كنطحن بالسكر ندير السكر وندير اللوز ونطحنهم باش يتخلط مزيان معاه صافي غادي ندير الكميه كامله وغادي نطحن كل شيء في خطره واحده <applause> هنا كيف ما شفتو كنت سطحه نشلوز هذاك اللي مسلوق بوحدو كنت عدا بعد زدت عليه هذاك اللي محمر صافي و... وطحنت كل شيء وهنا غادي نحتاج واحد معلقة معلقه كبيره ديال الل... الم... اما الجلوكوز اما الكونفيسور الكونفيتور يكون ديال الحلويات أه وغادي نحتاج واحد المعلقه ديال القرفه وهنا عندي المسكه حره مطحونه مع شويه ديال السنيده وغادي نحتاج المزهر هو باش غادي نجمع هاد العقده غادي ندفيه غادي نديرو في الكسرونه وغادي ندفيه واحد شويه عاد غادي نخلط بهاد هاد اللوز صافي غادي نبقى نخلط بحال هكا وغادي حتى نجمع ليا هذا اللوز الا خاصني غادي نبقى نزيد شويه بشويه حتى غادي نحصل على واحد العقده صافي هنا درتها فوق البوطاجي باش ندلكها شويه وغادي نشكل منها واحد الكويرات اللي عندي كويرات صغيره المهم انا حتى غادي ندير هاد البريوات غادي نديرهم غير صغورين وهذه الورقه الورقه غير صغيره صغيره غادي نقسمها على على اربعه نقسمها على جوج ومن بعد عاوتاني نقطعها على جوج صافي كيفما شفتو قطعتها على جوج ومن بعد حيدت هذوك الجوانب وهذا النص حتى هو غادي نقطعه من النص لا وحده وحده كنقسمها على اربعه هما هادو الاشرطه اللي حصلت عليهم صافي كنسرحهم كن بحال هكا كل وحده حدا بعضياتهم باش كيسهل عليا بحال هكا نشكل البريوات بسرعه صافي وغادي نحط هاد الكويرات حتى هما وحده حدا وحده وغادي نبقى نشكل في الشكل ديال البريوه شكل المثلث صافي هذه الطريقه باش كنشكل البريوات على شكل مثلث مهم خاصنا نديرو في الجوانب نبقاو نديرو في الجوانب باش ما تجيش خاويه تجي كلها عامره صافي وكنمشي بهذه الطريقه بحال هكا وغادي نحتاج باش غادي نلصق هاد الورقه اما ديروا البيض اما الدقيق خلطوه مع مزهر انا غادي ندير دابا غير الدقيق غادي نخلطو مع ما زهر وغادي نبقى نلصق بهم هاد هاد البريوات هادو المهم سمحوا لي على التصوير راح كنصور غير بايد واش هاد التليفون بايد المهم فاش نكملوا هاد البريوات حاجه مهمه اننا خاصنا نضغطوا عليهم نبسطوهم بايدينا بحال هكا باش كيجينا الشكل ديالهم كلهم قاد هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي غادي نديرهم في بواطات ونخليهم في المجمد حتى نبغيهم وغادي نبقى ما غاديش نقلي ولا طيب الكميه كامله باش بحال هكا كيبقاو عندي جداد مهم فاش كتبغيو تديروهم في المجمد ضروري غديروا السلوفان شفتوا في الاول كنت غير الله كنت جمعتهم ولكن غديروا السلوفان تفرشوه في الاول وديروا هاد البريوات ديروا عاوتاني طبقه واحده اخرى ديال السلوفان باش ما مي... باش تجبدوهم من الكونجيلاتور ما يلصقوش لكم مع بعضياتكم آه صافي هنايا راني جبت واحد الكميه راه شفتوهم جبتهم باقي مجمدين وقليتهم في الزيت اللي بغا يديرهم في الفراني يديرهم آه خليتهم في الزيت وهنايا راهي درتهم وسط العسل وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات آه كيجيو المذاقهم زوين بالنسبه للزين بغيتو تزينوهم بشويه ديال اللوز من الفوق ولا شي حاجه اللي بغيتو المهم انا خليتهم غير بحال هكا ما كنطيبش الكميه كامله هادو طيبتهم من نهار وهادو اللي شفتو دابا طيبتهم نهار واحد اخر باش بحال هكا كيجيوني مقرمشين وكيبقاو باقيين جداد وزوينين كنتمنى يعجبكم الفيديو شكرا على المشاهده والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله رزويني.